الشمس تشهد وبرضو أستار الظلام، الشمس تشهد وبرضو أستار الظلام. وطن وطن مرحبا بكم وسعيدين أن نلتقي بكم في لقاء جديد في حضرة شاعر الشعب العظيم العزيز محجوب شريف، وسعداء أن نلتقي بكم في برنامج النفاجو فاتح. وزي ما قلنا نفاجو فاتح هي محاولة مننا للإضاءة أو إلغاء بعض من الضوء على تجربة شاعر الشعب العظيم محجوب شريف. هو زي مؤكد ما بندعي أو بنقول أننا حنقدر نغطي كل هذه السيرة العظيمة، المهم هي تظل محاولات مننا في إسراء المكتبة السودانية بمثل هكذا مبدعين عظام. مرحب بكم ومرحب بك زميل الهام. مرحب بك عبد الرحمن ومرحب بمشاهديننا الكرام، ودي حلقة جديدة في رحاب الراحل شاعر الشعب محجوب شريف. زي ما قال عبد الرحمن هي إضاءة حول سيرة الحبيب محجوب شريف. ضيوف كرام معانا اليوم في حلقتنا، الأستاذة إيمان الكاتبة والشاعرة إيمان آدم، مرحب بيكي. حبابكم وحباب الشروق، وهي تشرق في هذه السهرة بسيرة الجميل والعظيم جدا أستاذنا محجوب شريف. يا مرحبا. برضو بزداد ترحابنا بالصديقة العزيزة الجميلة المبدعة مي محجوب شريف، مرحب بيك مي. أهلا بك وأهلا بقناة الشروق وكل المشاهدين، أهلا بقناة الشروق عودتها لأحضان الشعب السوداني بعد اقتلاعه من الأنظمة الدكتاتورية، والمجد والخلود لكل شهداء الثورة من 89، التضامن والمحبة لكل الجرحى والمصابين، عودة للمفقودين، ونتمنى أن نكون خفيف الظل عليكم إن شاء الله يا رب. كمان بنرحب برضو بالفنان القامة واللي معروف عنه أنه أثر برضو الساحة بكثير من الأعمال الغنائية، الأستاذ شمت محمد نور، مرحب بك في رحاب محجوب شريف. في مرحب، وهو رحاب كبير ومساحة كبيرة وأحضان عميقة وجميلة جدا جدا، رحاب أستاذنا محجوب شريف. سعيدين بك كثير والله. امتدت رحابنا بالجميل النبيل الموسيقار أستاذ طارق، مرحب بك يا أستاذ طارق، سعيدين بتواجدك معنا الليلة. مرحب بقناة الشموخ، والتحية للشعب السوداني وللثورة وليروح الأستاذ محجوب شريف شاعر الثورات. إيمان آدم، بتربطك علاقة قوية وجميلة جدا بمحجوب شريف، علاقة إنسانية وأدبية برضو. أستاذ محجوب شريف من الأشجار التي يعني تفيأ بظلها ناس كتار جدا. أنا كنت محظوظة أكون واحدة من الناس اللمتهم شجرة أستاذ محجوب تحت ظلها، ولاقيته في العام 2002 وناس الخرطوم يدوب جايين راجعين بعد غربة طويلة في القاهرة ليستقروا في السودان، وتصدر الخرطوم من هناك في صحبة أستاذنا كمال عبد الكريم مرغني، عمل لهم زي ريسبشن لطيف. وفي يوم أستاذ محجوب كان عنده التهاب العصب السابع، رغم ده كان موجود في هذه الأمسية الرمضانية الاستثنائية، وكنت أنا يعني بنية صغيرونة كده. أنت لسه صغيرونة أستاذ إيمان يعني. وقريت شعر كيفما اتفق في الأمسية دي، أستاذ محجوب جاء وسلم عليه وقال لي يا بنتي لو في زول قال لك أنت ما شعرك
مدصد دقيو. سلام يا وقد كان يعني انا مسكت في مدصد دقيو دي لحد هسي انا بعتقد انه انا ما مصدق اي زول يقول غير كده يعني وما تصدق اي زول يقول غير كده يعني. الله يخليك. وتلاقينا بعد ذاك في مدرسته العامرة مدرسته الإنسانية المختلفة بمبادراته العجيبة جدا يعني في الهكر النفاج رد الجميل ومحبته الاستثنائية لأي زول يعني. أستاذ محجوب ما كان عنده طبقات ولا كان عنده فروقات يعني أنت بتخش البيت طوالي بتكون أنت الزول المحتفى به بغض النظر عن أنك تمنه يعني ممكن تكون جاي من نهاية الدنيا مكتح ومغبر ومفلس وعينك طالعة وتجي داخل تحس انك انت ملك لطيف كده وحاط بالمحبة والإلفة والشاي أستاذ أمير الأنيق وكبابيها المليانة بريحة المستكة. أنا يعني اتفتنت جدا بشاي أستاذ أمير ودي واحدة من الأسرار البزيعة هسي. يا سلام. والكبابي مليانة بريحة المستكة وتبدو وللعرفان أيضا يعني. أنا ما حصل قريت مع أستاذ محجوب في منبر إلا ولقيت منه يعني كامل التقدير والمحبة ولو في زول يعني أنصفني وقال في حقي كلام لطيف في بداياتي البدري جدا هو أستاذ محجوب. ولولا أستاذ محجوب ما كان ديوان اليتيم يا مي يعني قادر يرى النور في أمسية ما في جامعة الأحفاد وأنا بقرأ شعر كده على كيفي كالعادة فهو طلع وخاطب الجمع الكريم ده وكان من ضمن الإداريين بتوعين مركز عبد الكريم مرغني وقال لهم لو لم تقوموا بنشر هذا الديوان فأنتوا لا مركز ثقافي ولا يحزن. يا سلام يا أخي. وقد كان أن استلم الديوان وتنقح والضباط بصحبة كريمة من ناس جميلين جدا وطبع تحت العناية الخاصة جدا لأستاذنا محجوب ودكتور محمود محمد صالح اللي كان حريص جدا انه يعني في ختام البروفات بتاعت الديوان انه اخر شكل ده انت راضي عنه او لا. فدي كلها يعني نفاجات صغار 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 ما بين تفاصيل الاستاذ محجوب العامره جدا بالمحبه والغيريه وخدمه الاخر ده من غير شرط تماما. فعلا المحبه والسلام والبساطه كانت الطابع اللي بيتميز به محجوب شريف حتى من خلال كتاباته. طيب في خلال من خلال تناولنا بشكل عام كده لكتابات محجوب شريف انه هو تناول العديد من القضايا المجتمعيه من بين قضية السلام والعدالة الاجتماعية في شعره حتى قال تبا للحرابة ومجدا للسلام. ممكن إضاءة بسيطة عن السلام في شعر محجوب شريف. يعني محجوب شريف حسبه أنه كان يسعى بشكل دائم للسلام المجتمعي والعدالة في كل صورة وقد يكون يعني أكثر ناس قادرين يقولوا الحاجات دي يعني ويتكلموا حولها كلام الله والرسول وكلام النغم هم شمت ومي باعتبارهم انهم هم اكثر اثنين كانوا قريبين من تجربته الشعريه وكانوا قادرين معاه يعني يشوفوا رؤيته للعالم وللعداله وللمساواه. يعني هو كتب ممجد لعمل المراه ومثمن لها وكتب في حق البنيات الصغار والاحتفاء بهم وكتب يعني محجوب اي حاجه كتب يعني اي حاجه عندها علاقه بتحقيق قيم الخير والعداله والانسانيه والحبة. والسلام والمحبه هي كانت جزء اصيل جدا في تجربته. يعني كتب عن الحب وكتب عن الام وكتب عن البنيات الحبيبات القريبات منه يعني مريم ومي وكراسه مي وعلاقته مع اصدقائه. يعني انا بفتكر انه فرمان في المحبه النص اللي كتبه في رثاء عبد الكريم مرغني لو انا ما كذابه يعني يابا مع السلامه ده يعني التفاصيل الحميمه ما بينه وما بين الراحل وحاجات شفافه جدا بتخلي من السيرمس كائن شاهد على المحبه. يعني بيقول يا تلك السرامس وين الصوت هامس احمر زاهي باهي ويمشي كما الحفيف أحمد زاهي باهي يلفت انتباهي هل سكر زيادة أم سكر خفيف. يعني الحاجات الشديدة
بتطلع العادية وشديدة يعني الشنو يعني انت ما ممكن تتخيل انها هي ممكن تتوظف عشان ما تخلق الجو الحميم جدا في النص والجو العميق جدا ما بينه وما بين الراحل المقيم السفير السابق يعني. وانا بتخيل انه في كلام كثير تمام في الحته دي من كلام كثير اي نقطه عن محجوب شريف ده محور كبير جدا. طيب كويس احنا حريصين نشوف استاذ محجوب بزوايا وبعيون كثيره. يقول ما تمشي اي زاويه ايوه انا اقوم اكشف لكم سر ايمان. هي الان رئيس لجنه مهرجان استاذ محجوب شريف عشان كده في باكل ريك كثير او في حصيله معرفيه كثير كبيره جدا. يا اخي انا ما رئيس عشان هنا والله ما رئيس من لجنه اشتغلت احنا سعيدين. انا قلت رئيس ما قلت الرئيسه بشكل طبعا على مستوى اللغه شما دي انت بتربطك علاقه لا خلينا انا لازم اوضح الفكره دي لانه اساسا انا ايمان منا في الكلام. ايمان هي زولاسي المشرف على الـ على الـ على الـ على البرنامج بتاع مهرجان محجوب شريف. واحد حصيلتها كبيره جدا جدا في كل ضروب الابداع والصحافه اللي اتكلم عنها محجوب شريف وخاصه في الحته بتاعه الشعر. و انا ما قلت الكلام ده يعني الا وانه هي في كل المساحه الزمنيه اللي احنا تحركنا فيها عشان المهرجان كان بيشكل حضور كويس جدا جدا على مستوى التعريف لاستاذ محجوب شريف. واحد من الحاجات اللي بدينا نعملها وهي بدات تعملها معانا مجموعه ثانيه من الناس انه يقوم مهرجان الشعر. وانا بنتهز المنبر ده في انه نحن نقدر نتكلم عن استاذ محجوب شريف في جزئيات لكن هل نستطيع ان نقوم نواصل ما بداوا من حاجات المشاريع التي ذكرتها استاذه ايمان من المشاريع بتاعت رد الجميل والنفاج والهكر تحريك الساكن والمهم والمفهوم والمكتبات المتجولة المتحركة تطوير رد الجميل فده يفترض الناس اللي كانوا عارفين ويلكم يا جماعة نصحة شوية لأنه والله نحن دارين نقوم نواصل في مسيرة أستاذ محجوب شريف اللي هو خلانا نجي يعني نتكلم وقدر ما يتكلم ما بنقدر نوفيه تمام. لكن هل ده معناه انه بس نحن نجي نتكلم ولا هي دعوه لانه المهرجان اولا من بدايه من المهرجان انه يكون مهرجان للشعر والتشكيل وال كل انواع الفنون نشاطات اجتماعيه نشاطات اجتماعيه والانسانيه تمام. بعد ذاك الكلام شو؟ انا بس انتهزت الفرصه دي المايك عندك طبعا نحن حنتونس بشكل تلقائي جدا يعني اي زول الضيوف عنده حاجة يقولها بكل محبة وكل ترحاب تمام أشكرك. يا مي مرحب بك يا أخي مرحب بك. وطبعا مي محجوب شريف هي ابنة شاعر محجوب شريف طبعا لكن هي غير ابنته هي تربط به علاقات كثيرة جدا علاقات صداقة وعلاقات علاقات ثقافة وإبداع أدبية وجمال وإبداع مرحبا بك يا مي كده برضو ممكن نقول إنها هي دارسة للفنون الجميلة برضو نعم. فعلاقتك الأدبية والثقافية بمحجوب شريف بعيدا عن محجوب الأب مبدئيا كده أنا حقول إنه مي كانت الذاكرة المتنقلة والمساعدة له يعني كل ما تروح منه يعني قصيدة أو بيت زي ما هسي برضه لكزتني باقي النص فمي كانت في صحبة يعني أنت ما بتلقى أستاذ محجوب إلا وبالقرب منه مي يا سلام مي مرحب بك أهلا بك عبد الرحمن أنا أشكركم على المداخلات أنا حقيقي أبوي هو طبعا بالنسبة لي هو أبو ومعلم وصديق وزميل وده بالعلاقة اليومية يعني هو فعلا كان أستاذي في المدرسة في الثانوي في الأساس وفي الثانوي فدي كانت تجربة طويلة ده يمكن يكون خلى إنه صحبتي له يعني مستمرة أو دائما أو كده ليه لأنه بنمشي سوا بنجي سوا الإجازات سوا بنقعد سوا وكذا في كل المشاريع الإنسانية اللي محجوب شريف بادر بها وطبعا مع جميع عديد من الناس يعني وزي ما هو ذاته بيقول انه لو ما الاخرين لما كانت هذه المشاريع رأت النور ونجحت ولقت ثمارها يعني نعم ف
أنا كنت بكون جزء من الناس اللي بيكونوا مشتركين في المشاريع بحكم على اختباره اليومية. هو كان قاعد يكون حريص على المشاركة، لكن برضو فيها احترامنا في حقنا الديمقراطي تماما في انه نحن نشارك او ما نشارك، اذا انت حابة او ما حابة او كذا بدينا الحرية بالضبط كده. ففي كل المشاريع، في كل البرامج، في كل بلقى الصديق وبلقى الزميل وبلقى الأخ وبلقى في الهم العام، الهم العام في القصص يعني الكثير. حتى كنت بتشاركيه وانت ومريم زي ما كان محتفي بكم كثير في 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 قصايده وانتوا اطفال، كنتوا بتشاركوه في المنتديات الثقافيه، البرامج، كل الاعمال الادبيه يعني. أيوة كده وانتوا اطفال. حتى بذكر انه هو كتب من ضمن الكتابات المتعدده مجموعه قصصيه للاطفال مسمية بمريم ومي. لو سمحت لي يعني مريم مريم ومي بعيدا عن ثقافة يعني مي ومريم شاركوا الأستاذ في الجانب الغائب تماما عن كلامنا الهسي ده يعني. يعني الأب المعتقل يعني أنا قريت كتابات لمي في الشأن ده ومعاناتهم هم كأطفال محاصرين على طول بقمع العساكر وغياب الأب والإحساس يعني. يعني وقبل شوية كنت بتكلم بها يعني بتكلم معها في إنه مرهق جدا إنه يعني أبو دي تفصيلته وصورته كيف تكون يعني تحقق قيمة البنوة له. فده ما قاعد يتقال يا مي، الناس ما قاعد يعني بتركز في الجانب المشرق بتاع الأبو المثقف الفنان، لكن الأبو قاعد يتعرض للظلم الكثير واسترعانة يعني حالة الحصار والتهديد ومداهمات المنزل يعني في أزمان كثيرة وفي عصور وحكومات ديكتاتوريات طويلة جدا وصولا للغويشاية. دي طبعا محاور حنركز عليها. المرحلة اللي كانت تتكلم عنها إيمان اللي هي مرحلة المعتقلات واللي هي الطفولة في زمن مبكر، برضو نحنا أنا دائما بقول إنه لولا الثنائية بين محجوب شريف وأمير الجزولي أنا شخصيا كان ممكن أكون الآن في قعر مزبلة التاريخ. البثالة اللي مارستها أميرة برا وهو في الداخل هم كانوا بيشكلوا، كانت بتكمل دوره يعني بيشكلوا ثنائية كاملة هي بتديك الثبات بإنه يعني أنا ممكن كطفلة كان بيكون في تساؤلات كثيرة إنه ليه نحن محرومين لسنوات طويلة ولفترات طويلة وليه هو يعني محروم مننا وبعيد مننا وكذا، لكن بتلقى الإجابة في 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 بسالته هي في إصراره على 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 الحياة الكريمة، على الحياة على الحياة المشرقة، على إنه ده خيار الصح، ده الخيار الأسلم، ده الخيار اللي ما في منه ثاني يعني ما في درب ثاني غير الدرب ده اللي هي في اشكال كثيره في انها كانت بتبيع الصابون مثلا في السوق، بتخيط عشان تسد فرقه، بتربي جداد عشان تسد فرقه اخرى. ده بيديك اليقين بانه انت داخل بيئه سليمه صحيه معافاه، ما كان في اي مفر من انه لازم انك انت تكون زول قدر المسؤوليه يعني او بشكل او اخر تحترم النسيج العاطفي والاسري الموجود بشكله الكان والكائن ده. وده طبعا يا مي بعد ذاك اثر وظهر عليكم لاحقا يعني. وهسه يعني احنا مي قدامنا دي نتاج تجارب اليمه جدا زي ما ذكرنا، حصار ومعتقلات وتعرضت لاعتقال هي ومريم. لها التحية والله مريم، وهي صديقتنا العزيزة وتحرك معانا في أنشطة كثيرة جدا بتخص الوالد وبتخص الهم العام. فنتاج التجربة دي الآن ظاهر قدامنا، ميل راكزة، ميل ثابتة، ميل واثقة من نفسها وعندها قدرة على مقاومة صعاب الحياة. أشكرك ده ما ده حقائق طبعا ده يعني أشكرك جدا، ولكن هي ده من ركوز الشعب السوداني تماما. يعني الشعب السوداني علمنا، انا شخصيا بقدر اقول انه انا بيت الشعب السوداني بملء الفم يعني. يا سلام. في فترات الاحتقال
كان ممكن يكون في ناس ما يجوك مثلا بخوفا من المراقبة أو خوفا من الاعتقال أو خوفا من المطاردة وكذا، لكن في نفس الوقت بتلقى بالبسمة وبالحب وبالتضامن العالي جدا، اللي هو دي واحدة من حاجاتنا السودانية الأصيلة. يعني بتلقى انه والله في عمك اللي بيجيك وفي خالتك اللي بتتذكرك، في جيرانك لما تعمل حاجه، في جيرانك، يعني التضامن الواسع في انه طاقة الاسره بتتسع كده بالضبط. اللي هو ده بياكد انه والله يا اخي علاقه الدم هي ما الاساسيه بقدر ما انه علاقات الروح الودان. علاقات الروح والوجدان والهم المشترك والحياة العامة، والزول اللي ما بيخون ضميره وما بيخون ضمير الشعب السوداني، فهو دي الأسرة الممتدة اللي احنا اتربينا فيها. يعني دي قيم عظيمة جدا والله. نعم، هو ذاته كان بيحتفي بها في كل كتاباته وفي كل أشعاره وكده، وبيدور المرأة ذاته يعني في المجتمع الحاجة اللي ممكن تقدمها. دي التفاصيل اللي كان بيتكلم عنها محجوب شريف في كتاباته بالضبط كده، والاستاذه اميره الجزولي. يا الهام، نحن خلينا نحييه اسره محجوب شريف، التحيه لهم، اسرته الصغيره واسرته الكبيره للشعب السوداني اللي ما غابت يوما ما عن كتاباته وعن مشاريعه. نحن موعودين بغناء وشعر وسيره عطره عن محجوب شريف بعد الفاصل. مرحب بكم من جديد مشاهدي قناة الشروق الفضائية، ومرحب بكم في رحاب وسيرة شعر الشعب الجميل محجوب شريف وفي النفايو فاتح. مرحبا يا عبد الرحمن، مرحبا بالمشاهدين مرة تانية. من خلال تناولنا لسيرة محجوب شريف، إنه يعني قرينا كثير عن النشاطات اللي كان بيقوم بها في المجتمعات، ممكن نركز على مشروع نفاج اللي كان هو شجرة متفرع على عدة مشاريع ومبادرات إنسانية كان بيتبناها في الوقت ذاك. أستاذ شمت، عايزينك تكلمنا عن المبادرات الاجتماعية اللي قام بيها في حياته راح محجوب شريف. واحد برضو من الحاجات الغرثة فينا أستاذ محجوب شريف كلنا، في إنه ينمي فيه قدرات تتبنى مشروع، ورغم الظروف اللي كان هو فيها لكن كان بيتنفس الأكسجين، تنفس الأكسجين تطلع زفير فكرة. يا سلام. فكان حاجات كثيرة جدا، الناس في ناس كانوا مستفيدين منها استفادة قصوى. ما بشكل الانتهازية الاستفادة، ما الاستفادة الانتهازية، الاستفادة باعتبار انه في ذول أضاء لهم الطريق بأنه يقوموا كان كدا. زي فكرة فيك يعني. صحبة راكب مجلة نفاجة الثقافية، مجلة نفاجة والمكتبة المتحركة، المكتبة المتحركة، ودي أشياء كلها المسرح المتحرك برضه قلنا عنه كثير جدا، والناس قاعدة تقول عنه كثير. والناس اللي زي ما قلنا كانوا مستهدفين من الفكرة دي هم بيعرفوا كويس أستاذ محجوب شريف، لكن إحنا أنا بناشد كل الناس بأنه والله عايزين نقوم نعمل ما بدأوا، مش نتموه نواصل فيه، وبعد ذاك ناس آخرين يجي يواصلوا فيه وناس آخرين لأنه ضيفوا فيه وكل آه. فالنفاج وفاتح ما بين دين ودين. الإضاءات اللي أنت ذكرتيها هما تجربتين ومرحلتين مختلفات، يعني النفاج والهكر أيوة ديل هما مرحلة، وكانت واحدة من مشاريع مركز عبد الكريم مرغني الثقافي. أما فيما يخص الصحبة راكب و التضامن مع النساء المصابات بالناسور البولي وفقراء المرضى، ده خاص بمنظمة رد الجميل اللي هي مبادرة بعد ما الوالد رحمة الله عليه أصاب بالتليف الرئوي، وكان في تضامن عالي جدا من الناس، وفي الحقيقة هم الناس اللي شالوا التكاليف بتاعت العلاج. يعني هو كمعلم كان مفصول لصالح العام، كان لا يمكن انه يعني يسافر للخارج، لكن الشعب السوداني تضامن معاه
وتكفل بعلاجه يعني. نعم. لأنه هو ذاته شاعر الشعب. بالضبط كده. فأعلن المبادرة بتاعت رد الجميل. نعم. التحية اليوم. طيب بس يا اسمع في حاجتين اثنين يا سيدي. بس ذكرتني لهم. في عندنا أغنيتين نقول لكم. يا نغني لكم يا مع السلامة. يا رد الجميل أجمل جميل. رد الجميل. بالقرعة. أنا والله طبعاً يا مع السلامة. يا مع السلامة. عدد كبير المشاهدين بيتكلموا معي في يا مع السلامة. طيب كويس ما هو أنا غنيمة الاثنين. الحوار فتق الحي دي. لكن برضو أنا أرجع للحتة اللي أنا قصدتها إنه ده كله نواصله. تماماً. ده نواصله. إذا كان هي مرحلة والمرحلة الثانية الاثنين قاموا كونوا لنا أفكار. قضية معظمة. أي وبدأ هو يشتغل فيها وعمل فيها و يعني ما دار هو وقتها ما بتقدر تقول ده إنجاز له يعني ما هو دي مساهمة منه مفتكرها ولا تقدر تقول إنه هو عمل كده لأنه هو مفتكر إنه هو جزء من الناس حركته دي حركة يعني بيعملها دي ما تقتضيه ظروفه الإنسانية وحركته وإحساسه الوجداني بالشعب السوداني في رد الجميل وفي حتات كثيرة. طيب قلنا سيعة أغنية يا بابا الإضافي
جينا نقول نفرق نجي نلقاه ما في زمن المتندك والحسن الإضافي جينا نقول نفرق نجي نلقاه ما في مشرك لا فترة نخافي وين عمي بطرق جوايا القوافي يا كرسي وسرير هل ما زلت دافي يا مرتبت يمكن في مكتبت قاعد يقرا وذهن صافي يا تلك الترامس وين الصوت هامس كلمة رساسك يمشي كما الحفيف كم في ذهني عالق ثرثرة المعالق والشاي اللطيف تصطفى الكبابي أجمل من صبايا بينات الروابي والظل الوريف أحمر زاهباهي الفت انتباهي هل سكر زيادة أم سكر خفيف إن دهل البنية يديها الحلاوة والخاطر يطيب يدخل جن منه يا 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 جن منه محبوب الشقاوة يستنى النصيب الدفو والنداوة السنا والعبير ما بين دين ودين
نفحة محمدي دف أنت الضريح نفى جوفا دح مع بندي مدين نفحة محمدية دف أنت الضريح ميدانك امتلالي جيدا في الليالي مجدا في الأعالي مريم والمسيح يا با يا با مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا سكة سلامة في الحزن المطير قلب النبض واصل ما بين جيل وجيل ما بين كان حاصل أو ما قد يكون ما بتشوف فواصل إلا الذكريات آلام المفاصل مع ضم الشجون لا 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 يا با يا با يا با يا با شكرا يا أخي شكرا جميلا شكرا جزيلا بقدر محبتنا ومعزتنا لشاعر الشعب العظيم جدا حجوب شريف اطلاقا انا ما ممكن اعلق ما صعب انك تعلق بعد اغنيه عظيمه زي دي يعني مهرجان محجوب شريف للشعر طبعا اتعودنا في الزمن الفات انه بنسمي تأبين او يعني على التخليد لكن استاذ محجوب كان من وصاياه انه تخليد ذكراه ما يكون حالة الحزن والبكاء والرثاء الأليم ذاك يعني فكان تقريبا يا أستاذ شمت من وصاياه إنه يكون حالة بتاعت مش يعني فرح لكن حالة بتاعت شجن ممكن نقول عليها ممكن يعني حالة بتاعت بناء يبقى مواصلة الكلام ده كله والفكرة دي كلها ودائما بيقوم يحول كل الأشياء السالبة لإيجاب أيوة يعني الحزن لطاغة إلى إيجابية فالقصيدة بتاعت يابا مع السلامة دي ما خيالا لكن المفردة قدر الحاجة اللي هو حس بها وشافها في شخص آخر عشان كده طلعت من قالب الرثاء وطلعت من القالب الحزين وطلعت يعني أنا أغني في الأغنية دي دائما بكون في حالة بتاعت تمني لأنه أنا أكون الزول اللي يتكلم عن الأستاذ محجوب شريف ده يعني ده زول يعني ما عارف بالمواصفات دي بالكلام ده بالكده ده كأنما أستاذ محجوب شريف يتكلم عن نفسه بشكل آخر يتكلم عن نفسه بشكل آخر ده في تقديري أنا الكلام ده ما في الزول ده أو في الزول ده لكن هو يعني ما بقدر جمال أستاذ محجوب كان بيشوف الآخر وساقني يعني. البيت بيت الأستاذ عبد الكريم مرغني كل الحاجات دي المرتبة والمكتبة وتكاد ثرثرة المعالق لا زالت تعلق بأذهان الناس فالنازل في الوقت ذاك الخلافات ال اسمه شنو ده اختلاف وجهات النظر شنو كده في كلام لا يفسد الود قضية ايوه اختلاف وجهات النظر لا يفسد لكن كانت بتتحول الاختلافات لاختلاف الرأي بتخص يعني هما ايديولوجيات مختلفة لكن اختلافه في الرأي هو أي واحد بيدافع الوطن ينهض تماماً بإنسانه نعم عشان كده كان ممكن جداً يكون صادق جداً في أنه يصف أو ينعت ذول بالصفات دي هو قد يكون فكرياً ما متلاقين وحتى لو كان تسمى التأكيد على النقطة ذكرتها دي كان متسامح حتى مع أعدائه وأعداء الشعب السوداني وبالمناسبة أي عدو كان لمحجوب شريف تلغاية هو عدو للشعب السوداني وهي محب خير ومحبة له محجوب كان هو محب خير للشعب السوداني كان بيتسامح وفي قصيدة يا ريت برضو تعمل لنا على إضاءة بتاعة الفرد الأمني اللي جداهم البيت وسرق
الغويشه، وبعد ذاك هو بيتكلم في القصيده. انه عفيت ليك يعني، عفيتك لو بقت سكر وشاهي وزيت، عفيتك لو كسيت امك، شوف الغيم دي يعني. انا اصلا مش ريز ذكرني عمي عمي، معلش انا انسرت بسيط جدا، لكن يعني فجاه كده صورتي الله يرحمه، هو برضه توفى عمنا عبد الرحمن عبد الله قصير القامه، انا جاريني هو ذاته، ولموا في حراميه سرقوا الجلاليب بتاعته، فهو اقسم بتاع اللهجه الحته المنتمي ليها، قال يعني ان شاء الله الجلابيه دي يبقى قدره يعني، وزول قصير وبعدين حراميه طوال كان مستضيفه في البيت، قال يا اخي ان شاء الله الملابس دي يبقى قدره يعني. بعدين قبضوهم دخلوا الحرس، بقى يودلون الفطور والشاي والحاجات زي دي. انا ما شفت الصوره دي الا في استاذ محجوب شريف، في انه تعبيره عن الغويشايه يعني، حتى الزول ده ما خلاص دي 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 اشكاليته هو النفسيه، في انه يسرق ويسرق ب يعني بعنف شديد جدا جدا. نعم حاجه مدخره. نعم وما جاء الساكت جاد بعناء يقول عبر عن انها ممكن تكون حوجه له، حتى ذاته بتعكس طابع محجوب شريف بخدمته للمجتمع بكل الاشكال، وانه هو الحرامي ده ذاته ممكن يكون محتاج للغويشه دي، فقال لي انه انت ممكن يعني تستفيد منها. معلش المقاطعه، لكن هو ده الفهم القريب. نعم. ولكن هي الغويشه دي ما جه حرامي تلب شالها، ده حرامي بدبابير صقر وبقوه عسكريه ضخمه جدا، ودخلوا بتفتيش من امن الدوله وادوه الامر بتاع الاحتغال والتفتيش، وبعد ما اللي هي الرساله انا طبعا ما بقدر افتي في التكوين الشعري واستاذ ايمان موجوده، لكن تصغيره لكلمه غويشايه اللي هي دي بتوريك انه يعني ضاله او صغيره الحجم، لكن اللي هي بتعبر عن بساطه الحال. الغويشه دي ما ممكن يكون حق المدرسه اللي يزول في حته ما، نعم، لكن بيمشي يشتغل لها ويعمل لها وللاخر يجتهد لها، ده يجي يشيلها كده بس بقوه السلاح وبقوه السطوه وعن جهيه وبتاع ليزوز استاذ محجوب شريف. انا غايته لو لقيت بتاع الامن ده ويتمنى انه يلاقيه ويجيني نتلاقى نتداوس كده، ده دواء سريع جدا جدا فكريا يعني، ما عندي اسلحه غير انه اتكلم معه. فهو اقتلع يعني، ممكن يكون قوه اليوم، ممكن يكون قوه التعليم، ممكن يكون قوه الجيران. الجيران ما بيتبادلوا المنافع الكسر والملاحة. في ناس آخر برضو عبر عن السرقة اللي هي عندها علاقة بسلوك بتاع منظومة، اللي هو بقول له حليلك بتسرق اللي هو محجوب في قصايده في التسامح، لكن السلوك اللي بيكون فيه الانتهاك ده يصعب عليه يصعب فيه التسامح بالفهم اللي هو اللطفي ده يعني، لابد من المحاكمات، لابد من اخذ الحق للاخرين، لابد من المحاسبه، لابد من يعني ما بنسمو فوق الالام المشكله يعني ادبيات الاخطاء العظيمه اللي قاعد تحصل، انه يعترف انه في الخطا الفلاني، ولو في ضرر يجبر الضرر ده ويعتذر عن الخطا ده كده، نعم. ممكن الحاجه الناس تكون قادره تتصالح مع الغفران ومع التسامح وكده، لكن الحاجات لو اطلقت كده ساي هو من يعني من السلوكيات انه ما كان بيساعد على العوج، ايا كان هذا العوج، سواء كان عوج بسيط او عوج كبير يعني، او عوج هو المنتهك ده قال له يا ظالما في الغيب او حتى بيناتنا، لو في الحلم والنوم احذر ملاقاتنا، لو حتى ما ولدوك احذر ولاداتنا واحذر بنياتنا. يا سلام، تحيه لولاداتنا وبنياتنا. ودي خلينا النقطه دي مهمه جدا طبعا يا جماعه محجوب شريف. انا طبعا يا جماعه بكرر في كل مره انه مرات بنقول محجوب شريف بدون الغاب وبدون تقديمه، ده لسبب واحد، انه اسم محجوب شريف كافي تماما يعني، وهي ذات حاله بتاعت محبه مننا. نعم. ف
فبنقول محجوب شريف، بكرر دائما سامحونا يعني. زي ما انت بتنادي الزول اللي بتحبه أصبحت اللغب بتاعه باسمه بدون تكلف، محجوب شريف. شريف أيوة. محجوب شريف. طيب زي ما قلنا استاذ محجوب، وانت استاذ سمد قبيل اشرت لنقاط مهمه جدا، اللي هي انه استاذ محجوب كل بيت قاله كان عباره عن قيمه قابله وفي عندها امكانيه انها تتطبق على ارض الواقع. من اهم القيم دي، ونحن سعيدين جدا انه شهدنا تنفيذها، وسعيدين انه سمحت لنا الظروف انه نكون جزء من تنفيذها، يعني ساهمنا مع مجموعه الشعب السوداني اللي هي قيمه حنبنيه. يعني يا استاذ ايمان، تكاد تكون القيمه دي الان يعني على ارض الواقع في الشوارع، بنلقى اي مواطن شريف عايز يساهم في حنبنيه. دي حاجة مدهشة جدا من الحاجات حقت أستاذ محجوب شريف، يعني شيء إنه هو كان قادر يشوف بعيد جدا، وكان مؤمن إيمان عميق خالص بهذا الشعب يعني، وكان واثق في إنه الحل ما في إيدين حكومات ولا كده، يعني الحل في إيد الشعب السوداني اللي قدر يعني يتجاوز نظام قامع جدا استمر لثلاثة عقود. يعني لو لمينا الدكتاتوريات الفاتت هو يكون أكثر منهم، لو لمينا عبود ونميري هو عمر تطاول أكثر منهم، وفعل يعني قدر يجعل من هذا السودان يعني هذا العملاق الضخم يعني مدعاة لأطماع كثير من أعدائه يعني، ووصلوا لما قبل الانتهاء. وأستاذ محجوب لما تكلم عن هذا الوطن الخير الديمقراطي كان يعلم تماما أن هؤلاء الشباب البشر بيهم واللي قال صبايا وصبية امرحوا في صباح الغد، عيونهم برقه اللماح سؤال رد خفاف لطاف والثابين أوان الجد دفاعا عن حياد السلمي وال إفصاح. والثورة دي كانت سلمية جدا، والشباب ديل كان والثابين وكان وقود حي وغريب وشديد الإدهاش والإبهار، وما كانوا خايفين من حاجة تمام. وما كانوا خايفين على حاجة وكانوا مقتنعين تماما إنه ده الزمن التحقق الحقيقي لوطن بيحلموا به، ووطن الوطن الخير الديمقراطي يعني. يا سلام. فمحجوب كان قادر يشوف ده وقادر يؤمن به تماما. استاذ محجوب كان قادر يشوف بكره بعيون الامل وبعيون الفرح والتفاؤل. نعم. والقدره على البناء. نعم. ونحن حريصين انه قبل الزمن يخلص نشوف عن طريق هاجر نص غيروني قلمك يعني هاجر نص غيروني ودعم حنبنيه. ده انا كنت بسمع في حنبنيه كثير، وكنت مندهشة من خريف السنة سنة ثورة ديسمبر اللي كان كثير جدا كثير خالص، وكان عند رؤية شمت في انه حتى الخريف كان متعرض للخصخصة، وكان بيجونا شهرين مسكينات فيهم مطرتين مسكينات، كان في امطار كثيرة جدا اي، وكانت حاجة يعني بالنسبة لي كان مسار تساؤل يعني، وانه قد يكون دي صلاة الاستسقاء اللي قدمت قصادة ارواح ودم وكده يعني. حنبنيه الغمامة تغني يوماتي، حنبنيه الغمامة تغني يوماتي، وحنبنيه الحمامة تحدث أخبار حدها الرادي، حنبنيه شهر شهرين وزاد خير البلاد أمطار، حاجة عجيبة تخصخص حتى هالأمطار، صلاة استسقاء يا دم الشهيد السال على الترس المقابل الجامعة البلدية، قول شارع القيادة دي بيادة ولا إبادة ولا حكم قراقوش ولا ديل السادة، كتايب الخسة تفتح نار على الولد الركز ما بميل، ده تراب اللي بيغنوله حينما استشهد
في مدفعه عبد الفضيل. نحن أبناؤك في الفرح الجميل، نحن أبناؤك في الحزن النبيل، نحن أبناؤك ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل، مثلما غنت مهيرة تلهم الفرسان جيلا بعد جيل، ونغني لحريق الملك في قلب الدخيل للجسارة حين مس تشهد في مدفعه عبد الفضيل. كتايب الخسة تفتح نار على الولد الركز ما بميل، دتي رابل بغنوله حين مس تشهد في مدفعه عبد الفضيل. والبنيات البنيات اللي بقلب الليل صباحات بالزغاريد تب تب فوق المناحات، البنيات الحبيبات في المواكب ديما قدام المهيرات، لا رصاص لا حتى بومبان ممكن يفزع للرفيقات، الرفيقات الرفيعات في الهجير والحر غمامات، ويا مشارع الخير سلامات، وهن ويا هن الحمامات، وفي اتساق الروح أوان البوح. كلمات. يا سلام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. الرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة السودانية وشهيدات الثورة السودانية. نعم. ومثل ما غنى الخليل ومثل ما غنى محجوب شريف لكل الشعب السوداني، احنا قبل خواتم حلقتنا حنسمع منك يا شمت أغنية تانية. مني أنا وطارق ومي، أنت ومي أستاذ طارق ومي وشعر لأنه مغنية جديدة مبدعة. أنا دايرة أشير لسؤالك قبل عن سلسلة مريم ومي. الوالد كتب نصوص كثيرة للأطفال وهي في دواوين للأطفال وفي قصص برضو اللي هي دي كلها في السلسلة بتاعت سلسلة مريم ومي للأطفال. نعم. أما حنبنيه نحن ما ننسى إنه أي نعم هي أول من 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 كتب محجوب شريف حنبنيه، ولكن هي دي ثقافتنا إحنا في السودان، إنه النفير والنجدة والتضامن والعمل الجماعي والحياة الجماعية في السودان هي اللي بترسخ جوا الشاعر والفنان والقيم والمفردة، فجات حنبنيه لكن هي جات من عمق ومن رحم الشعب السوداني. جميل أجمل جميل في الدنيا دي، ردت جميل أجمل جميل في الدنيا دي، طرب انطر إحساسي ميل زاهي ومدي، طرب انطر إحساسي بالشكر الجزيل، أرويهم ما تترددي، أسقيهم بالشكر الجزيل، أرويهم ما تترددي. عرفتي فضل الغيم علي من قبل تستزغي أو تستزغي
انت الجميل اجمل جميل في الدنيا دي. انت الجميل اجمل جميل في الدنيا دي. يا ايدي لو قصرت يوم في حق ما كيزن يدي. لو قصرت يوم في حق ما كيزن يدي. يا إيدي لو قصرت يوم في حق ما كيزن يدي. ردت جميل أجمل جميل في الدنيا دي. ردت جميل أجمل جميل في الدنيا دي. طربا إحساسي بيه زي ينادي. طربا طر إحساسي بيه زي ينادي. عرفتي فضل الغيم عليك من قبل ما تبتغي أو تستنجدي. عرفتي أجمل جميل في الدنيا دي. ردت جميل أجمل جميل في الدنيا دي. ردت جميل أجمل جميل في الدنيا دي. ردت جميل أجمل جميل. ده جميل أجمل جميل زي ما قال الراحل محجوب شريف. لكن نحن صعب علينا إنه نحن نوفي محجوب شريف ونقدر نرد له الجميل. نحن في ختام حلقتنا يا عبد الرحمن، ودي زي ما بنقول دائما محاولات مننا لرد الجميل وللوفاء نعم. لشاعر الشعب العظيم محجوب شريف. وما نكون واقعيين لو قلنا إنه في حلقة أو حلقتين نقدر نغطي نعم. هذه السيرة نعم. الكبيرة يا إلهام. نحن تقريبا الزمن داهمنا، ما فضل لنا إلا نشكر ضيوفنا الكرام نعم. أصدقاء وأبناء، وكلنا أبناء وأصدقاء محجوب شريف. نعم. شكرا جزيلا شعر الجميلة النبيلة إيمان آدم. شكرا جزيلا. شكرا محجوب شريف. شكرا للأستاذ المغني الرائع شمت محمد نور، والموسيقار الأستاذ طارق. شكرا، شرفتونا كثير. شكراً. في رحاب محجوب شريف و رحاب النفاج وفاتح لا نستغل جددا. إلى وبرد أستار الظلام الشمس تشهد. وبرد أستار الظلام وطن وطن وبينك موسم